قبل العيد والفسح قلنا نقول لكم شوية حاجات عن الأهرامات. أهرامات الجيزة مش 3 أهرامات لازقين في بعض، دول 9 أهرامات. الأهرامات الصغيرة دي أهرامات الملكات، يعني زوجات الملوك. ولا بلاش اللقطة دي، قديمة قوي. خد اللقطة دي أحسن. أبو الهول مش لازق في الهرم زي كتاب التاريخ بتاع تالتة إعدادي ما بيقول، ده في مسافة كبيرة ما بينهم. لو عايز فعلا تشوف الأهرامات التسعة، في مكان اسمه البانوراما، بتطلع له بحصان عشان تشوف الصورة كاملة. سعر الحصان للفرد 30 جنيه وهي رحلة حلوة فعلا، فما تخليش حد يستغلك أو يضحك عليك. دي بقى معدات الصوت والضوء، موجودة جنب الخيل، مفيش حد بيستخدمها طبعا. وكل سنة طيبين يا مصريين.